صباح الخير يا جماعه، انا دكتور ايمن اسماعيل، انا درست كويس 3 سمستر ده، ومش عايزكم تحفظوا، اهم حاجه عندي فهم الاحداث. حتى الفاينل بروجكت بتاعنا هيبقى بطريقه كرييتيف، مش ريسيرش بيبر خالص. صباح الخير يا جماعه، معانا دكتور احمد اشرف هيحكم معانا المشاريع النهارده. مين جاهز يبدا يا جماعه؟ ممكن جاهز تبدا الاول؟ بروجكت بتاعك ايه؟ اغنيه حطها هنا. انتوني جاودي كان معماري اسباني، متأثر بدينه وبأهله ووطنه، في وقته كان مشهور ولا حتى كان مغرور، شغله اما تشوفه تلاقوه كان ارت نوفو، كرس عمره للهندسة طول عمره كان مبدع، كرس عمره للهندسة طول عمره كان مبدع. فرانك لويد رايت امريكي ويسكونسن، كاتب وفيلسوف وفي صغره كان عادي، تكنيكال انجينير اورجانيك في التعبير، متأثر بالياباني وفي الفيكتوريا كان قديم، واعمال متنوعة وموجودة كتير، واعماله متنوعة وموجودة كتير. ساجرادا، ساجرادا فاميليا، مع كونسبت بايومتريك كيرفات وتماثيل، معمول بحرفية مودرنستا نيو جوتيك، والتكنيك كان شرقي متناسق مع بعضه، وكان غاوي تفاصيل وتقفيله كان هايل، وكان غاوي تفاصيل وتقفيله كان هايل. أما لويد رايت أعماله كانت أكتر، شغله مكعبات وخطوطه كانت أبسط، حط مفهوم جديد اسمه يرسين هوم، السقف كان واطي ومليان بالشلالات، وبيستعمل الشمني وفي معظم أعماله، وبيستعمل الشمني في معظم أعماله. ها يا جماعه، حد عنده نقد على الفيديو؟ انا شايفه لو هي ما اتكلمتش غير عن مميزاتهم، فين النقد؟ يعني مثلا انتوني جاودي كان كل ما بنيه شكلها حلو قوي من بره، بس من جوه مش فانكشنال كفايه. يعني مثلا كذا ميلا شكلها بجد حلو من بره، بس من جوه مش مفروشه. عامه هذه معها هي، لو هو انتوني جاودي كان فيه كتير سنه دي المنشن، فهو مثلا لا كان عنده مشكله كبيره ان هو ما كانش عنده سكتشز خالص، كل الافكار بتاعته كانت في دماغه، ما لو كان عنده سكتشز كان كمل سجادة فاميلي. لا بس هم عامة بيكملوا دلوقتي، متأخر ومفيش سكتشز ولا أي حاجة، بس هو المفروض جودي فاودي ده حط ديت يعني إن هو يخلص فيه على 2020 2026. طيب يسكت شم هذا يا ابني، مش لما يكمل الأول. في حاجة كمان يا دكتور، اصلا هي بتقول ان فرانك لويد تكنيكال انجينير، هو اصلا سيفل انجينير. حد عايز يقول حاجة تانية يا جماعة؟ دكتور اتفضل يا انت معلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، واللي خلاك ما يفهم يجيله يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك. انت معلم، اسمع اللي يخدعك. انت معلم، معماري اسباني متأثر بدينه والله يا معلم.
معلم معمار اسباني متأثر بدينه وبأهله ووطنه في وقته كان مشهور ولا حتى كان مغرور شغله أما تشوفه وتلاقوه عرفتوا كان رأس عمره للهندسة وطوله كان مبدع كان رأس عمره للهندسة كان طوله مبدع